ألف مبروك يا زلمة. بعد الحكم ده انا بشكر العداله والقضاء المصري، ويعني انا النهارده انا قدرت اقف على رجلي بعد اللي انا عرفت اجيب حق بنتي. انا قدرت اقف على رجلي. انا بشكر وزير العدل وبشكر العداله المصريه والف مبروك. نصر يا جماعه، بص خلاص خلاص عايزين نروح وراهم حضرتك.